Well, amazing. Thank you. Want to make you my queen. Which state? Texas. جمال أراقي مش طبيعي. Thank you. فإيه؟ فكملت دراستي هنا. فسامحيني يا أختي العزيزة اللي كتبت لي إنه أنت تحكين عربي إنجليزي لأنه إحنا متعودين. فسوري. المهم guys أو أصدقائي روان بتاخذينه ولا هو انتي؟ اريد اشيك المول شو وقت يعزل وما شاء الله الله يرزقك الجنة اللي جبك على الدنيا. ثانك يو تسلم ويرزقكم الجنة يا ربي. متى يسفروكي يعني شنو؟ إسراء وين مختفية؟ ما أعرف. برافو عليك إنك بتحكي عربي كتير منيح بالرغم إنك زمان بأمريكا. Thank you. ألو سمحتي متى يسفروكي على العراق؟ ليش يسفروني على العراق؟ أريد منك طلب أختي لو سمحتي. تفضل. يعني ليش يردوني يسفروا؟ يعني ليش يسفروني على العراق؟ مدى أفتهم. كم عملية تجميل مسوية؟ بس واحدة خشمي. ومن أسوي إن شاء الله أقول لكم. فا يس يرحلوك يرحلوك يعني من يرحلوك أنت يرحلوني. فا يا رب توافق تتزوجيني. ليش حيصير أرس هنا؟ أنا بسوريا. السلام عليكم. وين ساكنة؟ أمريكا. لا مسوية خشمك وشفايفك وبطنك بعد حتى شعرك استنشن بعد لأن جمالك لازم يروحوا لك على موت ناصع لازم يروحوا لك على موت سلامتنا. أنت تقرأي في أمريكا الله يوفقك. لا مو متزوجة وعراقية. I wish you become my wife. حواجبك طبيعيات لعد شنو extension؟ شلون بدنا نطلع لعندك؟ ولحنك طبيعي ما شاء الله جمالك باو والله باو. ترى عندي لغلوغ شوي وانا صغير لاني سمنانة شوية بلس الحنج هذا من اني وصغيره عندي صور نفسه يعني اني لو مسويه تكساس كان بين بس مو مسويه. البنيه كل شي فيك زين وانتي من الزين احلى حبيباتي. ثانك يو. قولي لهم ماكو عمليات تجميل في امريكا ما شاء الله ملكة. ثانك يو حبيبتي يو ار ملكه. لا أكو عمليات تجميل بأمريكا الصراحة مو ماكو. شنو اسم صفحتك على الانستغرام؟ ما عندي انستغرام بابليك. أريد منك طلب أختي على الخاص. نسألك عن حاجة أجيب قولي لي نعم ما عجبك ما فيه مدى أفهم. هذا فلتر لو شكلك الطبيعي شلون مكياج ان شاء الله هحط الاغاني على ال هسمعها يعني على اليوتيوب واسمعها. لا ليش الاجانب اكثر يسوون الامريكان والعرب والكولومبيان؟ اوكي تردون تعرفون منو اكثر ناس تسوي تجميل خصوصا بجسمها واللايبو
هما الكولومبيان. الكولومبيان حتى الدكتورز عندهم مو طبيعيين. فالكولومبيان أكثر ناس يسوون تجميل خصوصاً لأجسامهم. فبرازيل والكولومبيان فيعني كان في حسد البنت حلوة بيش سويتي خشمش بلا زحمة. سويتها بتركيا بأيام الكوفيد، كان كل شي لوك داون. كان بالنسبة لأسعار تركيا هي غالية، بالنسبة لأسعارنا هنا كلش زينة. سويتها تقريبا 4000، 3800. فبس أني راضية لأنه خشمي سوالي، ما كان عندي شيبي، فقلت ما حلو حيطلع. ف سويت شيء كلش مناسب لوجهي وراضية بي والحمد لله، وتنفسي صار أحسن. طيب هسه زين تسمعون. فإيه فسويتها بوقتها بتركيا وكلفني 3800 يوم دكتور فولكان، وأنصح بي لأنه سوالي خشمي بالضبط نفس ما أني أريد وأحلى، وشي يلوق الوجه، لأن أنا قلت له دكتور أريد شي يلوق الوجه. ف شنو اسم مستشفى الدكتور؟ اسمها أعتقد ميموريال، همينة إذا مو ميموريال يمكن، ما أتذكر بالضبط. عافية للجسم منو تنصحين حبابة من أسوي سون أريد أسوي أني على السنة الجاية حقول لكم. حبيبتي أنتي هواية حلو بس الحواجب خففيها. والله يا خالة يعني هي لأنه شعرة تشوفون، فيعني ما أريد أخففها، يعني أنا حابتها هيك. مرات لو تشوفون فيديوهاتي عندي حواجب ثخينة، حواجب خفيفة، حواجب مشمورة، حواجب بها كسرة، فحسن. عافية للجسم. أوكي كنتي تشبهي أحلام بتذكر. والله الصراحة أحتفظ بتعليقك. يعني شغل تركيا حلو، شو ينصحون بشغلهم؟ مو كلهم حلو حبيبي. أنا هم أريد أسوي عنها شو؟ أوكي أكو دكتور زين بهيو وأعتقد كل معروف، اسمه جونك ماني. فهذا الدكتور كلش حلو. صوتك دا يقطع. أكو أغنية من الأغاني هاي إهداء إلتش. أي أغنية بالضبط وسام؟ أي أغنية؟ روان هل كنت تعانين من وزن زائد؟ لا كتبي اسمه لأن صوته دا يقطع. بصمة إلك بالروح. أوكي عود أسمعها. كنت تعاني من وزن زائد؟ شوفوا ما كنت أوفر ويت كلش، بس بأيام المراهقة كنت دبدوبة. إيه بعد رجعت كلش ضعفت.